السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم في باور بي اي ويذ عبدو. في الدرس تاع اليوم ان شاء الله راح نتعلموا كيفاش نخدموا بالاشكال البيانيه على باور بي اي ولا لي جرافيك اللي راح يكونوا لنا العنصر الاساسي تاع لي طابلو دو بور تاعنا ولا لوحات التحكم اللي راح نخدموهم. تابعوا معايا. قاعدة البيانات اللي حنخدموا عليها اليوم ان شاء الله هي هذه. راح نروح هنايا على اليسار نكليك هذا لو بوطون هذا تاع افيشاج طابل كما شفنا في الدرس اللي فات، ومن بعد تخرج لي قاعدة البيانات اللي حنخدم عليها اللي هي طابلو تاع سويفي دي فونت اللي انا كنت ريكوبريتها ديجا من مايكروسوفت اكسل. اللي ما يعرفش الطريقة يقدر يلقاها في الدرس السابق، راح نخلي لكم الرابط الفوق على يمين هذا الفيديو بالنسبة للناس اللي تبع فيها على اليوتيوب. اذا الجدول واش فيه؟ فيه هنايا لا كاتيجوري تاع الحوايج، اسكو تاع لي زوم ولا تاع لي فام ولا تاع لي زونفون. هنايا عندي لارتيكل شوميز روب تي شيرت بونتا هي رايحه، وهنايا عندي البلاد اللي بعث لي هذاك لارتيكل، البرتغال المانيا اسبانيا الجيري كذا. هنا عندي لاني، هنا عندي لو موا اللي بعت فيه، هنا عندي سعر الوحده، هنا عندي الكميه، وهنايا عندي مجموع المبيعات. اذا هذه هي قاعده البيانات اللي راح نخدموا عليها اليوم ان شاء الله. نعاود نولي لو بوطون هذا تاع افيشاج دو رابور باش نعاود نولي وين كنت. اذا كما قلنا مقبل راح نتعلموا كيفاش نخدموا بالاشكال البيانيه على باور بي اي اللي راح نلقاهم في الجزء هذا تاع فيزواليزاسيون. نروحوا هنايا على يمين الشاشه، هنا يخرج لي مجموعه من الاشكال البيانيه. اذا اول خطوه راح نديرها وشنو هي؟ هي نخير وشنو هو الشكل البياني اللي حبيت نستعمله واللي يعطيني احسن تمثيل للبيانات في لوحه التحكم تاعي. مثلا راح نخير اعمده بيانيه، نروح لهنايا ونخير هيستوغرام امبيلي، هذايا نعبزو خطره بلا سوري. ومن بعد راح تلاحظوا باللي راح يخرج لي هنايا في وسط الشاشه في الجزء هذا اللي حيكون فيه لو طابلو دو بور تاعنا، ويخرج فارغ. هذا هو رسم البياني تاعنا. والخطوه التاليه وشنو هي؟ هي راح نعمر هذا الشكل البياني من قاعده البيانات بالعناصر اللي حبيت نبينهم في لو طابلو دو بور تاعي. اذا وين راح؟ انا مسيليكسيوني هذا المربع هذا تاع الشكل البياني، باسكو علاش؟ نقدر نسيليكسيوني هنايا برا، نسيليكسيوني هذا لو فيد هذايا، ما نقدرش نخدم على الشكل البياني، لازم نعبز على الشكل البياني خطره حتى يجوني هاد العلامات هذوما تاع التحديد ولا هاد الكاري هذا اللي راهو داير به، باش نعرف باللي راني مسيليكسيوني لو جرافيك تاعي وراح نخدم عليه. هاد المعلومه ثاني مهمه بزاف. اذا قلنا سيليكسيوني لو جرافيك تاعنا، نروح الجزء هذايا تاع دوني هذايا اللي اقصى اليمين، ومن بعد نلقى فونت ارتيكل بي، هذه هي قاعده البيانات تاعي. نعبز على هاد الفليشه يخرجوا لي كاع العناصر اللي عندي في قاعده البيانات. ومن بعد انا واش ندير؟ حبيت مثلا نخرج المبيعات بار ارتيكل، واش ندير؟ نروح لهنا نحوس على ارتيكل، راكم تشوفوا هنا ارتيكل راهو الفوق، نجليسيه نحطو هنا لتحت وين عندي اكس اكس، عندي تحتو ان شون، نجليسيه ونطلقو تحت لو شون تاع اكس اكس هكذايا باش نحط لي زارتيكل تاعي في هذاك لو جرافيك، ونستنى تشارجا شويه الحاله هنايا. ومن بعد بطبيعه الحال انا حبيت لي فونت بار ارتيكل، يسمى واش ندير؟ نحكم لي فونت، نحوس عليهم هنايا هاملك، راهم هنايا فونت. هنايا عندي بزاف خيارات، الخيار الاول هو نحكم فونت هذايا نجليسيه نحطو وين كاين ايكغاك، هنايا اكس ايكغاك نطلقو نحطو هنايا باش يتشارجا لي هاد لو جرافيك تاعي هكذا كيما راكم تشوفوا. نقدر نكبر الشكل البياني تاعي، نحكمو من الطرف من هنايا، ونقدر نزيد له في الحجم تاعو، نزيد في الطول ولا في العرض تاعو. هنايا خرج لي لو جرافيك تاع لي فونت بار ارتيكل. اذا قلنا هذه الطريقه الاولى، ولا عندي طريقه واحده اخرى اللي هي نروح لهذه هي سوم دو فونت، نعبز هاد لو اكس هذايا باش نغلقها باش نحيها من لو جرافيك تاعي. كما راكم تلاحظوا لو جرافيك راح تصالو اون ميزاجور، راح يسوبريماو لي فونت منه. نقدر بكل بساطه وين عندي هنايا سوم دي فونت، نعبز على هاد المربع هذايا خطره حتى نسيليكسيونيه باش يطلع لي اوتوماتيكيا في لو جرافيك تاعي. ها اللي كان عبزته خطره يخرج لي هذا المايك هذا هنايا، ومن بعد يطلعوا لي لي فونت في لو جرافيك تاعي. هذه طريقه ثانيه. الطريقه الثالثه وشنو هي؟ هي اني ديكوشيتو باش يروحوا لي فونت، سي بون راني سيليكسيوني لو جرافيك تاعي، نحكم هذه الصوم تاع لي فونت نجليسيها نحطها داخل لو جرافيك تاعي باش يطلعوا لي لي فونت اوتوماتيكيا في هذا الرسم البياني. اذا كانت هذه طريقه باش نكريو رسم بياني على باور بي اي ونطلعوا له حنايا المعلومات اللي حبينا. صح الا مثلا حبيت ما نطلعش لي زارتيكل، نطلع باريكزومبل البلدان، حبيت نطلع لي بي في بلاصه لي زارتيكل، واش ندير؟ نروح لهنا وين كاين ارتيكل، نعبز هذا لو اكس هذايا باش نسوبريميهم من هذا الرسم البياني. كما راكم تلاحظوا راح تصالو دوكا اون ميزاجور، راح يتسوبريميو كامل لي زارتيكل ولا عندي لو توتال جينيرال. بعد واش ندير؟ نروح وين كاين البلدان، راك تشوف هاليك بي هذه نجليسيها، نجليسيها نحطها هنايا في اكس اكس بكل بساطه، وراح يتعوضوا لي هذوك لي زارتيكل بالبلدان كما راح نشوفوا هاليك الجيري المانيا اسبان بورتغال وهي رايحه. اذا هذه طريقه ثانيه باش نموديفي البيانات اللي كنت انا ديجا دخلتهم في الرسومات البيانيه على باور بي اي. وفي حاله ما اذا حبيت نبدل الرسم البياني واش نقدر ندير؟ باغ اكزومبل حبيت نموديفي هذا لو جرافيك تاعي، راني مسيليكسيوني لو جرافيك، واش ندير؟ نعاود نخير واحد اخر من نفس القائمه تاع مقبل. قال باغ اكزومبل خيرنا هذا مقبل هيستوغرام امبيلي، راح نخير دوكا جرافيك اباغ امبيلي هذا اللي على اليسار تاعو. هاوليك نعبزو خطره ولاحظوا مليح واش راح يصرى في الرسم البياني تاعنا، راهو يتشارجا راهو يتشارجا.
وراح يتبدل اوتوماتيكيا، يقعدوا فيه نفس لي بارامتر اللي درتهم قبل. حبيت ندير لي فونت بار بيي ولا المبيعات على حسب البلد، قعدوا نفس لي بارامتر تاع مقبل. هاديك الجيريا المانيا، هنا عندي لي فونت، برك تبدل لي نوع لو جرافيك تاعي. هاديك نحب باغ اكزومبل ندير دائره نسبيه، نخير هاديك جرافيك اون سيكتور، نسيليكسيونيها هكذايا ونستنى ترى لي اون ميزاجور في هذا الرسم البياني. كما راكم تشوفوا ولات عندي دوكا دائره نسبيه، ونخير الانواع اللي حبيت. باغ اكزومبل هاديك جرافيك اون كاسكاد، نسيليكسيونيها خطره، راح يتبدل لي هذا الرسم البياني بطريقه اوتوماتيكيه. هذا في حاله ما اذا نكون ديجا مسيليكسيوني ولا محدد رسم البياني تاعي ونخير عنصر من هذه القائمه. في حاله ما اذا حبيت نزيد رسم بياني جديد، نسيليكسيوني في الوسط، نسيليكسيوني في الفيد هنايا في الوسط تاع لو طابلو دبور تاعي، حتى نشوف بلي راحوا لي علامات التحديد من لو جرافيك تاعي، وبعد نسيري نوع جديد. قال باغ اكزومبل نسيري هدايا اون طونواغ، هاليك نعبزو خطره. كما راكم تلاحظوا راح يخرج لي دوكا رسم بياني جديد هنايا في الشاشه هذه، هاوليك خرج لي تحتها. هنايا نخيل العناصر اللي حابين نديرهم. قال باغ اكزومبل حبيت ندير لي فونت بار كاتيغوري، هاليك نروح الكاتيغوري نحكمها، نجليسيها نحطها هنايا وين كاين كاتيغوري هنايا الفوق، اوكي نطلقها هنايا، ومن بعد نروح لي فونت كيف كيف نكوشيهم خطره هكذايا، ونستنى تصرا لي لا ميزاجور في لو جرافيك تاعي اللي حبيت نعرف بها. هاليك باغ اكزومبل لي فاتمون تاع لي فام هما اللي بعنا منهم بزاف، ومن بعد لي فاتمون تاع لي زوم، ومن بعد لي فاتمون تاع لي زونفون. نزيدو مثلا انواع واحد اخرين، هاليك نسيليكسيوني في الفيد باش ما يترومبلاصاليش هاد لو جرافيك، ومن بعد نخير مثلا نوع واحد اخر، نخير دائره نسبيه هكذايا. راح نخير دوكا بزاف انواع برك باش نتعلمو كيفاش يمشيو على باور بي اي. اذا باغ اكزومبل نخير هنايا اني باش نشوف المبيعات بالسنوات، نحكم اني نحطها في ليجوند، ومن بعد نحكم فونت هذه نكوشيها خطره، ونستنى تصرا لي لا ميزاجور تاعي باش يوري لي شنو هما السنوات اللي بعت فيهم بزاف لي زارتيكل. اذا كما راكم تشوفوا وين عندي نسبه كبيره بزاف هي 26% كما راكم تقراو هنايا. اذا كان هذا بالنسبه للدوائر النسبيه، ونقدر مثلا نزيد تري ماب هذه يستعملوها بزاف على باور بي اي. هاليك نعبزها خطره تطلع لي هنايا، ومن بعد نخير باغ اكزومبل لي فونت بار ارتيكل، نحط ارتيكل هنايا في كاتيجوري انجليزيه نحطها هنايا، ومن بعد نكوشي خطره على فونت باش يطلعوا لي لي فونت بار ارتيكل، باش تشوفوا برك كيفاش الطريقه اللي نكريو بها رسوم بيانيه شحال سهله في باور بي اي. اذا نخير النوع تاع الرسم البياني تاعي، ومن بعد نطلع له لي زيليمون تاعو على حساب واش حبيت ناناليزي، ويخرجوا لي هنايا مباشره. هاليك نسيليكسيوني خطره في الفيد، راح نشوفوا دوكا كيفاش نخدموا بالمنحنيات البيانيه باسكو فيهم شويه فاي سبيسيفيك. نسيليكسيونيها لك غرافيك اون كورب، هاليك نعبزها خطره تطلع لي هنايا في الشاشه. نروح نحوس على لي زاني هاملك نجليسيهم نحطهم في الاكس اكس هنايا، سي بون نخليهم ترى لا ميزاجور. ومن بعد نروح نحوس على لي فونت هادوما نحطهم في الاكس ايغريك هنايا، نجليسيهم نحطهم هنايا. ومن بعد اخر مرحله هي نحكم لي زارتيكل هادوما نحطهم وين كاين ليجوند، شوف هنايا لتحت ليجوند هذه نحط فيها ارتيكل، ويخرجوا لي لي فونت بار اني اي بار ارتيكل كيما راكم تلاحظوا هنا. اذا كان هذا بالنسبه للمنحنيات اللي فيه هنايا عفسه سبيسيفيك، جون لازم تعرف وين تحط لي شون تاعك باش يخرج لك الشكل البياني تاعك كيما راك حايب. هذه ثاني عفسه شابه. عندنا ثاني نوعين من الاشكال البيانيه اللي هما سامبل بزاف بصح مهمين في لي طابلو دبور، اللي هما هذه وين كاين ان دو تخوا واسمها كارت، هذه كارت نعبزها خطره باش نطلعها ديجا. وهاد لاكارت مبدا العمل تاعها هو شغل بطاقه تحط فيها معلومه واحده فقط، باغ اكزومبل نحط فيها لو توتال تاع لي فونت. هاليك نعبزها نكوشي هنايا باش يطلعوا لي هنايا مجموع المبيعات اللي هما نورمالمون 7 ملايين، هاليك 7 مليون. نصغرها شويه لاكارت تاعي هكذايا، سي بون خاصنا نشوف نكبرها باش تبان صوم دو فونت. هادي هي النوع الاول. النوع الثاني وشنو هو؟ هاليك نسيليكسيوني في الفيد باش نعاود نطلع النوع الاخر اللي هو كارت ا بليزيوغ لين. باغ اكزومبل هادي هي لاكارت اللي نقدر نطلع فيها عدة انواع من المعلومات، ماشي معلومة واحدة كيما هنايا طلعنا غير لي فونت. هاليك نعبزها، وهنايا وين كاين شون نقدر نجليسي عدة معلومات. باغ اكزومبل نجليسي المعلومة تاع لي فونت نحطها هنايا تطلع لي 7 مليون كيما اللي قبلها، ومن بعد نحكم كونتيتي هادي نجليسيها نحطها تحت وين كاين صوم دي فونت. هاليك نحطهم كيف كيف مع بعض هكذايا حتى يطلعوا لي بين زوج هنا. اذا هنا حيطلعوا لي مجموع المبيعات زائد مجموع الكميات اللي بعتهم. هاليك نصغر الحاله شويه هنايا، ونقدر نديبلاسي ولا نبدل مكان هاد الرسومات البيانيه تاعي كيما حبيت، نجبد بلاصي وريها هكذايا ونديبلاسي نحطها باغ اكزومبل هنايا شويه لتحت. اذا كان هذا بالنسبه لي كارت على باور بي اي. ودوكا راح نشوف واحد النوع هايل بزاف اللي هو عباره عن خريطه اللي راح تبين لي دوكا البلدان اللي راني نبيع لهم. كما شفتوا في قاعده البيانات نبيعوا باغ اكزومبل الجزائر، نبيعوا الالمان، اسنا ورا من البلدان هاملك الجيري المان اسبان برتغال ايطالي. هاد البلدان حبيت نشوفهم انا على خريطه في باور بي اي. كيفاش ندير؟ نروح باغ اكزومبل هاد لو جرافيك هذا حبيت نسوبريميه، باش تسوبريمي ان جرافيك سهله سيليكسيوني خطره هكذايا بلا سوري، من بعد تعبز على القفله سوبريمي في لو كلافي تاعك، ولا نسيليكسيوني الرسم البياني تاعي، من بعد نروح لهاد
الثلاث نقاط هذوما الفوق كاع على دروات، وين كاين بلوس دوبسيون نعبزهم خطره ومن بعد نخير هذه سوبريمي باش نحي الرسم البياني تاعي من لو طابلو دو بورد. هاك نستنى شويه راه سوبريما. واش قلنا؟ قلنا راح نطلعوا خريطه، اذا راح نخير هذه اللي اسمها كارت. هاك تلقاوها هنايا لتحت شويه واسمها كارت، نعبزها خطره باش تطلع لي هنايا في لو طابلو دو بورد. ومن بعد كما راكم تلاحظوا هنايا عندي اون بلاسمون في العناصر تاع هذا الرسم البياني. هذا الجزء هذايا يتبدل على حسب الرسم البياني، كان رسم بياني باغ اكزومبل فيه اكس اكس واكس ايغريك، كاين اللي فيه ليجوند، كاين تلقى فيه كاتيجوري، كل واحد كيفاش. اذا هذا الجزء هذا دير في بالك بلي على حسب الشكل اللي سيليكسيونيتو ولا اللي انسيريتو راح يتبدل لك هذا الجزء هذا اللي جا لتحته. واش راح ندير؟ نروح وين كاين بي هذه نجليسيها نحطها في اون بلاسمون بكل بساطه، بصح بشرط باللي في قاعده البيانات البلدان يكونوا مكتوبين بطريقه صحيحه اكزاكتومون كيما راه مكتوب في الخريطه تاع باور بي اي. هذه حاجه مهمه بزاف. كيما راكم تلاحظوا دوكا طلعت لي خريطه انا نشوفوا فيها صغيره، راح نكبروا شويه الخريطه تاعنا هكذايا طري بيان. ومن بعد راني مسيليكسيوني هذه الخريطه، نطلع لا سوم دي فون تاعك نكوشي لي فون تاعي باش يطلعوا لي على هذه الخريطه كيما راكم تلاحظوا هنايا. والمبدا تاع هاد الدويرات هو كل ما كانوا لي فون طالعين بزاف كل ما الحجم تاع هاد الدويره هذه يجي كبير. شوف نحكم باغ اكزومبل هذه نحبطها شويه لتحت باش نكبروا الخريطه تاعنا، ونزيدوا نحبطوا هذه لتحت، نروحوا الخريطه نزيدوا لها شويه في الحجم تاعها هكذايا. كيما راكم تشوفوا لي فون تاع الجزائر راهم طالعين بزاف، على بها هاد الدائره تاع الجيري جايه كبيره على تاع ايطالي باغ اكزومبل. اذا كان هذا بالنسبه للخرائط. وكاين باغ اكزومبل اللي كيخير خريطه تخرجوا هنايا ميساج ديرور، كيفاش لازم يدير باش يريكليه؟ لازم يروح لهنايا فيشي ومن بعد يروح الاوبسيون اي بارامتر هذيا، ويزيد يخير اوبسيون، من بعد راح تخرج له واحد النافذه هنايا. في هذه النافذه راح يروح الجزء هذايا تاع السيكوريتي هذايا، ومن بعد يحبط شويه لتحت يروح وين كاين فيزوال دو كارت اي كارت رومبلي هذيا يكوشيها. اللي ما تمشيلوش يلقى هذيا مديكوشيها يكوشيها هكذايا، ومن بعد يدير اوكي تاعو باش يطلعوا له لي كارت على باور بي اي. نزيدو دوكا نشوفوا عنصرين مهمين في لي طابلو دبور تاع باور بي اي اللي هما لي طابلو الجداول بكل بساطه. تشوف هنايا وين كاين طابل هذيا نعبزها خطره باش نسيري جدول على باور بي اي. هادو هما نخدموا بهم بزاف بزاف في لي طابلو دبور تاعنا. هاليك خرجي هنايا جدول نحبطو هنايا شويه لتحت هكذايا، نقصلو شويه في الحجم تاعو ونسيري فيه المعلومات اللي حبيت. قال باغ اكزومبل حبيت المعلومات تاع لي فونت هاليك نكوشي فونت، حبيت لي فونت باغ اكزومبل بار بي اي نروح وين كاين بي اي نكوشيها هنايا بكل بساطه باش يطلعوا لي هنايا المبيعات على حسب كل بلد. نستناها تشارجا برك هنايا شويه. وكما راكم تلاحظوا خرجوا هنايا لا سوم دي فونت بار بي اي، نحب معلومات واحد اخرين بار بي اي نزيد نكوشي هذه كونتيتي باغ اكزومبل هاليك نكوشيها يخرجوا لي لي كونتيتي ولي فونت بار بي اي. هاليك خرجت لي هنايا سوم دي فونت بي اي سوم دي كونتيتي. كي نحب نبدل الترتيب تاع هاد الاعمده نروح لهنايا وين زدتهم. راك تشوف هنايا عندي لي فونت ومن بعد لي بي ومن بعد لي كونتيتي، نقدر نروح لي بي هذه نحكمها نجليسيها ونطلعها شويه الفوق ونحطها هي الاولى باش تولي بي ومن بعد لي فونت ومن بعد لي كونتيتي. نحب لي كونتيتي نديرهم قبل لي فونت، نحكم لي كونتيتي نجليسيهم هكذايا ونطلعهم قبل لي فونت حتى يخرج هذا الخط الازرق هذايا، نطلق لي كونتيتي هذوما من بعد يخرجوا لي هنايا بي كونتيتي فونت. نستناوها برك تشارج الحاله سي بون راهي تريغلات صح. نحكم هذا لو جرافيك باغ اكزومبل نصغرو شويه هكذايا اوكي باش يبان لي هذا لو طابلو مليح هكذا. وكيما راكم تشوفوا كي راني مسيليكسيوني هذا لو طابلو هذايا عندي ان سول شون اللي نحط فيه المعلومات اللي هو كولون، يعني اي معلومه جديده راح نزيدها في الجدول راح تزيد لي على شكل عمود. يعني لو كان حاب باغ اكزومبل ندير هنايا لي بي وهنايا السنوات وهنايا المبيعات ما نقدرش نديرها، باسكو هاليك نروح لهنا وين كاين لي زاني باغ اكزومبل هاليك اني نحكمها نجليسيها هنايا، نحب نخرج باغ اكزومبل اني الفوق هاليك نحطها هنايا. واش راكم تلاحظوا دوكا في الجدول تاعنا تلاحظوا بلي عطالي هنايا لا سوم تاع لي زاني هاليك سوم دو اني، ما عطاليش لي زاني الفوقا كيما لي طابلو كروازي ديناميك هاليك. نعاود نحي اني تاعي. وشنو هو الحل تاع هاد العفسه؟ الحل تاع هاد العفسه راح نلقاوه في نوع اخر من الرسومات البيانيه اللي تاني نستعملوه بزاف بزاف في باور بي اي واللي هو لي ماتريس هاليك. نروح لهنايا تشوف وين كاين طابل جوست قدامها راح تلقى ماتريس هاليك، نعبزها خطره باش يطلع لي هنايا جدول جديد. نحكمو نديبلاسي الجدول تاعي هنايا لتحت، هذا نقصوا له شويه في الحجم تاعو هكذايا، وهذا كيف كيف نقصوا شويه في الحجم تاعو، ونعاود نسيليكسيوني لا ماتريس تاعي. ومن بعد واش غنلاحظوا هنايا في لي زوبسيون تاع التحت عندي لي لين وعندي لي كولون وعندي لي فالور، سما نقدر نخدم كيما حبيت. باغ اكزومبل في لي لين نحط البلدان نروح لوين كاين بي هاليك نجليسيها نحطها في لين، وين عندي لي كولون حبيت باغ اكزومبل يخرجوا لي السنوات الفوقا نروح لهنايا وين كاين اني هاليك نحكم اني
نحطها في لي كولون طري بيان، ولي فونت نحكمهم نحطهم هنايا وين كاين فالور، ونخلي لا ميزاجور هنايا تصرا. اذا خاوتي كما راكم تلاحظوا خرجوا هنا الجدول كما حبيت، هاي اللي خرجوا لي هنايا البلدان، هنايا السنوات الفوقا، وهنايا لي فونت بالمجاميع تاعهم. نصغروا شويه الجدول هكذايا، ودوكا راح نشوفوا اون اوبسيون بزاف شابه في باور بي اي اللي هي شغل ستيل تاع لي فلتر. باغ اكزومبل عندي هنايا كاع هاد الرسومات البيانيه، لو كان نخير اي عنصر من هاد العناصر باغ اكزومبل هنايا في لي زاني، على بالي بلي 2023 راهي بالزرق، لو كان نروح لهاد الزرق تاع 2023 نعبزو خطره شوفوا مليح واش حيصرا في هاد لي جرافيك هادوما كامل تاع لي داشبورد تاعي. اذا كما راكم تلاحظوا البيانات تاعي كامل تبدلوا، ولاو يعكسوا لي غير واش صرا في 2023. هاليك لي فونت راهم 2 مليون في 2023، عندي هنا لي كونتيتي اللي بعناهم، هنايا عندي لي فونت بار بيي اللي هما 1 مليون 800 بالتقريب 2 مليون بيان سور، هنايا لي بيي اللي بعت لهم في 2023. اسما كاع واش راني نشوف دوكا يعكس لي غير واش وصاري في 2023. كي نحب نديزاكتيفي هاد لو فيتر اللي درتو نعاود نعبص 2023 خطره هكذايا باش يعاود يطافيشالي كلش كيما كان مع الاول. هكذايا ويولي ولي غير لي 7 مليون. هاليك هاك شو هنا وين كاين بي باغ اكزومبل، راح نخير غير الجيري، هاليك نعبز خطره الجيري ونشوف كيفاش يتبدل لي كلش. ولات هنايا باغ اكزومبل في الخريطه ما فيش غير الجيري، لي فونت غير تاع الجيري، هنايا في لي زاني تشوف لو طابلو هذا ولا في غير الجيري وهي رايحه. اذا هذه هي من نقاط قوه باور بي اي، لي فلتر هادو مالي نقدروا نديرهم غير بلو كليك تاعنا بلاسوري، نعبز خطره بك بلاسوري يتبدل كلش على حساب انايا واش خيرت. باغ اكزومبل كيما نعرف شو نعبز اخر مره نقدر نعبز اي حاجه واحده اخرى، نحو وين كان شوميز باغ اكزومبل نعبزها خطره شوميز، راح يخرجوا لي هكذايا غير المبيعات تاع لا شوميز، هالي في كاع لو موند لي مونطون لي زاني كلش غير شوميز. ومن بعد نعاود نعبص شوميز خطره واحده اخرى باش نديزاكتيفي لو فيلتر تاعي، هذا في حاله ما اذا ننسى وين درت لو فيلتر تاعي، نقدر نعبص اي مربع ولا اي شكل واحد اخر خطره باش يتفلتر، وخطره واحده اخرى باش يتنحى لو فيلتر من كلش. اذا كان هذا بالنسبه لاختيار اي عنصر من عناصر لوحه التحكم. عندي ثاني عفسه شابه اللي هي لي سيغمون، هاليك ماني سيليكسيوني والو، نروح لهنايا نخير سيغمون، شو هذه هاد لو بوطون هذايا نعبزو خطره ويطلع لي هنايا لو سيغمون تاعي، نجليسيه نجليسيه نحطو هنايا باغ اكزومبل شويه لتحته. بعد نخير باش حبيت نسيغمونتي لو طابلو دو بور تاعي، باغ اكزومبل حبيت نسيغمونتيه بار ارتيك، نروح لهنايا وين كاين ارتيك نجليسي ارتيك نحطو هنايا. ومن بعد كما راكم تلاحظوا خرجت لي هنايا لا ليست تاع لي زارتيكل، هاليك نصغر الحاله شويه هنايا هكذايا. ومن بعد نقدر باغ اكزومبل من هنا وين كاين سيغمون نخير باغ اكزومبل بلوز نفلتريها خطره، هذا شغل لو ميم ستيل تاع لي فلتر، برك عنده اون ليست وحده، قال ليست باينه تاع لي سيغمون وانا نخير منها مباشره. هاليك دوك خيرت بلوز، نستنى تشارجي الحاله، راح يولي هاد لو طابلو دبور يافيشي لي غير لي فونت تاع لي بلوز، غير لي بيي اللي تباعوا فيهم لي بلوز، وهي رايحه هكذا كيما راكم تلاحظوا هنا. نعاود نحي لو سيغمون تاعي، نعاود نديكوشي هذه بلوز باش يعاود يافيشي لي هنايا كلش. اذا خاوتي هكذا نكون وصلنا نهايه الدرس تاعنا تاع اليوم اللي تعلمنا فيه كيفاش نخدموا بالرسومات البيانيه على باور بي اي. نتمنى الدرس يكون واضح ومفهوم، وثاني نفكركم باللي عندي قناه يوتيوب واسمها تعلم مع عبدو دو ويز عبدو، راح تلقاو فيها دروس اكسل وورد باوربوينت اكسس MS Project و Power BI من الصفر إلى احتراف. أبوني فيها باش تلحقوكم كامل الدروس، نتلاقاو في الدرس الجاي إن شاء الله. سلام.